11:30 دقيقة لوقيت هذا كيف العادة وقيت نصيحة سحرورة في تبعني تربح بعد الهيل شنو عنا اليوم؟ اليوم هي نصيحتي اليوم باهي نسمعوا تسويت في تبعني تربح تبعني تربح. هنا عندي وصفات طبيعية نطولوا بيهم شعرنا هي اللي برشا مع الصيف توا البنات الكل يحبوا شعرهم يطويل ويحبوا يعملوا حاجات ناتوريل يطولوا لهم شعرهم غير دي برودوي شيميك وما غير حتى شيء. دونك أول حاجة الفيتامين أو ناخذوا 7 أو 8 كبسولات نتاع فيتامين أو يتباعوا في الفارماسي كل نحلوهم ونحطوا الزيت اللي في وسط الكبسولة ذوكم في شعرنا وندلكوا فروة الراس مليح مليح نخليوه على الراس ليلة كاملة والصباح نغسلوه بشامبوان خفيف ماذا بينا مش قوي على الراس ووقتها نتحصل على شعر ناعم ومزيان ونعملوها الحكاية ذي مرتين في الجمعة. سينو عنا زيت الخروع من أنفع الزيوت للشعر نخلطوا كمية كافية متاع زيت خروع مع زيت متاع نوات كوكو جوز الهند وإلا زيت زيتونة كما تحبوا انتوما ونحطوهم على شعرنا وندلكوا فروة الراس ونخليه من 30-45 دقيقة وبعدين نغسلوه. المهم يكون زيت الخروع هو البريزان تزيدوا زيت جوز الهند ولا تزيدوا زيت زيتونة نورمال أما المهم يكون هو البرانسيبال اللي هو زيت الخروع. والحاجة الأخرى اللي هي زيت الكليل وذي سهل على الاخر لاستيوس جوست تاخذوا قطرتين نتاع زيت كليل الجبل وتحطوهم في وسط الدبوسه نتاع الشامبوان تاخذوها بالكدا وتغسل عادي بالشامبوان نتاعك شعرك تشوف كيفاش تبارك الله ما شاء الله يطول في ساعه. هذه تبعني تربح لليوم تابعوني وان شاء الله ربحي لا مش ربحين ان شاء الله نكون نفعتكم تبعني تربح بنك.